يا بنتي لا انا اصلا عندكم في البيت. ايوه، قولي لي بس انت قدامك قد ايه؟ لا، كده هيبقى كتير قوي. بصي يا ستي اسمعيني بس اسمعيني، لو كده انا اروح انا على الكافيه وانت خلصي وتعالي على هنا وقولي لي بس وهاجي اخدك على طول. لا يا ستي ولا يهمك عادي، المهم خلي بالك من نفسك، تيجي بالسلامه، باي. شكلها هتتأخر في الشغل برضو النهاردة. طول لسه قدامها ساعتين. هي بقت على كده اليومين دول على طول، امبارح راجع يمكن 10 11 بالليل تقريبا. معلش مش مشكلة، ربنا معاها، وكويس إن هي لقيت نفسها في الشغل، هي أي حاجة تخرجها من اللي هي فيه. بركة فيك، لولا تشجيعك ما كانش كل ده حصل. ميرسي. على إيه بس؟ أنت عارفة إن ده غالي عندي إزاي، يعني احنا عشرة عمر وأعز أصحاب، وده حقها عليا يعني. أعز أصحاب بس؟ أيوة طبعا حضرتك عارفة هي حد عزيز على قلبي قد إيه. بعدين حضرتك مش متخيلة يعني ندى عندي إيه يعني، وبالنسبة لي إيه. لا حضرتي متخيلة، أنا عارفة هي غالية عندك قد إيه، وكمان عارفة إن أنت غالي عندها قوي. وبالنسبة لي أنا بقى ربنا يعلم أنا قد إيه بحبك، أنا مش بطمن عليها غير معاك. ربنا يخليك لينا، والله أنا لو عليا يعني أفضل جنبها على طول. هيحصل، حاسة إنه هيحصل. طيب أنا همشي، وهي لو رجعت ويعني حسيت إن عندها أي طاقة كده تكلمني وأنا هاجي أخدها على طول. وإيه لازمة إنك تروح وتيجي؟ ما تخليك قاعد، هو أنا أكلي ما وحشكش يا ولد؟ والله بالعكس يا نونا، انت عارفه يعني انا بحب اكلك قد ايه، بس معلش عشان العيال كلهم قاعدين في الكافيه مستنياني مش عايز اتاخر عليهم، وهي لما تيجي يعني خليها بس تقول لي على طول. على ماشي، اذنك، باي. باي. يا ريتك والله استنيتها وجبتها معاك، اديها كسلت. فالطبيعي برضو انها تكسل يعني، الساعه عدت 9 دلوقتي. وحشاني جدا، بقالي كذا يوم ما شفتهاش. اهم حاجه ان احنا اطمنا عليها، وطن طمنتني عليها الحمد لله. الحمد لله. استنوا، ندى بعتت فويس. سمعينا كده. مش هتصدقوا اللي حصل، رامي ظهر بعت لي ايميل يسال عليا ويسلم عليكم كلكم. رامي؟ طب ازاي؟ ده احنا دفنوه بايدينا. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه تبدا من 150 جنيه.